أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطعه به قطعة من النار. أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتا فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت امرأتان معهما صبيان لهما، فعاد الذئب على إحداهما فأخذ ولدها، فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى منهما، فمرتا على سليمان فقال كيف أمركما، فقصتا عليه، فقال أتوني بالسكين أشق الغلام بينهما، فقالت الصغرى أتشقه؟ قال نعم، فقالت لا تفعل حظي منه لها، قال هو ابنك، فقضى به لها. أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت امرأتان معهما ولداهما، فأخذ الذئب أحدهما فاختصمتا في الولد إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى به للكبرى منهما، فمرتا على سليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينكما، قالت قضى به للكبرى، قال سليمان أقطعه بنصفين، لهذه نصف ولهذه نصف، قالت الكبرى نعم اقطعوه، فقالت الصغرى لا تقطعه هو ولدها، فقضى به للتي أبت أن يقطعه. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر، وأنبأنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، وجعل خالد قتلا وأسرى. قال فدفع إلى كل رجل أسيرة، حتى إذا أصبح يومنا أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل منا أسيرة. قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد، وقال بشر من أصحابي أسيرة. قال فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صنع خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال زكريا في حديثه فذكر، وفي حديث بشر فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي
وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي سجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين عن ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدث أن عبد الله بن الزبير حدث عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كانا يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر عليه، فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير أسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه السعة له وللأنصاري، فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوفى للزبير حقه في صريح الحكم. قال الزبير لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فكشف ستر حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إلى الشطر، قال قد فعلت، قال قم فاقضه. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عباد بن شراحيل قال قدمت مع عمومة المدينة فدخلت حائطا من حيطانها ففركت من سنبله، فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعدي عليه، فأرسل إلى الرجل فجاءوا به، فقال ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله ففركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا، أردد عليه كساءه. وأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق أو نصف وسق. أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبرا أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله وأذن لي في أن أتكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشرك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق، اقض بيننا بكتاب الله. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم. وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما المئة شاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة قد زنت فقال ممن؟ قالت من المقعد الذي في حائط سعد. فأرسل إليه فأتي به محمولا فوضع بين يديه فاعترف. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسكال فضربه ورحمه لزمانته وخفف عنه. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تراموا بالحجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. فحضرت الصلاة فأذن بلال وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتبس، فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه الناس صفحوا، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما سمع تصفيحهم التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، فأشار إليه أن اثبت، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يعني يديه، ثم نكص القهقرى وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما منعك أن تثبت؟ قال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه. ثم أقبل على الناس فقال ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم صفحتم؟ إن ذلك للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي يعني دينا، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت الأصوات، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني حمزة أبو عمر العائذي قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك، فعفى عنه وتركه، فأنا رأيته يجر نسعته. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون الآية. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا شفيع. قالت فلا حاجة لي فيه. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه، فقال اقض دينك وأنفق على عيالك. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي وولدي ما يكفيني، أفآخذ من ماله ولا يشعر؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكر وكان عاملا على سجستان قال كتب إلي أبو بكرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين أحد في قضاء بقضائين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي بينكما على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج وأنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخبرنا عمرو بن علي قال
حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نسقين. أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كانت جاريتان تخرجان بالطائف، فخرجت إحداهما ويدها تدمى، فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأنكرت الأخرى، فكتبت إلى ابن عباس في ذلك، فكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم، فادعها واتلوا عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، حتى ختم الآية، فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك فسر. أخبرنا سوار بن عبد الله قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري قال قال معاوية رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة يعني من أصحابه، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا به. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق، فقال له أسرقت؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. قال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري. أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله عن أبيه قال أصابنا قش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، ثم ذكر كلاما معناه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فقال قل، فقلت ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا يكفيك كل شيء. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه فقال قل، فقلت ما أقول؟ قال قل، قلت ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق، حتى ختمها، ثم قال قل أعوذ برب الناس، حتى ختمها، ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما. أخبرنا محمد بن علي قال حدثني القعنبي عن عبد العزيز عن عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال بين أنا أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة، إذ قال يا عقبة قل، فاستمعت، ثم قال يا عقبة قل، فاستمعت، فقالها الثالثة فقلت ما أقول؟ فقال قل هو الله أحد، فقرأ السورة حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق، وقرأت معه
حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الناس، فقرأت معه حتى ختمها، ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني عبد الله بن سليمان الأسلمي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر الجهني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قلت وما أقول؟ قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن، أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أخبرني أبو عبد الله أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك، أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين. أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها، وأخذ عقبة يقودها به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرأ، قال وما أقرأ يا رسول الله؟ قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأعادها علي حتى قرأتها، فعرف أني لم أفرح بها جدا، قال لعلك تهاونت بها، فما قمت يعني بمثلها. أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال أنبأنا أبو أسامة عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، قال عقبة فأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما في صلاة الغداة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. أخبرنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ابن الحارث وهو العلاء عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت؟ أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال بين أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال ألا تركب يا عقبة؟ فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا تركب يا عقبة؟ فأشفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنيهة ونزلت وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأقيمت الصلاة، فتقدم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة بن عامر؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عقبة بن عامر قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة قل، فقلت ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني ثم قال يا عقبة قل، قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني فقلت اللهم اردده علي، فقال يا عقبة قل، قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال
قل أعوذ برب الفلق، فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال قل. قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل أعوذ برب الناس، فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه، فقلت أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف، فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل علي آيات لم ير مثلهن، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني بدل قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر، قلت وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما، فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. أخبرنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وفتنة الصدر وعذاب القبر. أخبرنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيى أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذا أتعوذ به، فأخذ بيدي ثم قال قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني، قال حتى حفظتها. قال سعد والمني ماؤه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال كان يعلمنا خمسا، كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقولهن اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن،
وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت بها مصعبا فصدقه. أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. أخبرنا علي بن المنذر عن ابن فضيل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن المنهال بن عمرو عن أنس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الرجال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبة الرجال. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب، وحديث ابن فضيل خطأ. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن حميد قال قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. أخبرنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثني سعيد بن سلمة قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الله بن المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال أبو عبد الرحمن سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث. أخبرني محمد بن عثمان بن أبي صفوان قال حدثني سلمة بن سعيد بن عطية وكان خير أهل زمانه قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتعوذ من المغرم والمأسم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟ قال إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أخبرنا الحسين بن إسحاق قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيى أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذا أتعوذ به، فأخذ بيدي ثم قال قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني، قال حتى حفظتها. قال سعد والمني ماءه. خالفه وكيع في لفظه. أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح قال حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني
يعني ذكره. أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد قال سئل أنس وهو ابن مالك عن عذاب القبر وعن الدجال قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محاضر قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال لا أعلمكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. خالفه الأوزاعي قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو وهو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني جعفر بن عياض قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال حدثني جعفر بن عياض قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر ومن القلة ومن الذلة وأن أظلم أو أظلم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني موسى بن شيبة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني جعفر بن عياض أن أبا هريرة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عثمان يعني الشحام قال حدثنا مسلم يعني ابن أبي بكر أنه كان سمع والده يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فجعلت أدعو بهن فقال يا بني أنى علمت هؤلاء الكلمات قلت يا أبتي سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك قال فالزمهن يا بني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة. أخبرنا محمد بن عبد الله قال
حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة المسيح الدجال، وشر فتنة الفقر، وشر فتنة الغنى. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وذكر آخر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف عن حفص عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ضبارة عن دويد بن نافع قال قال أبو صالح قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم الحمصي قال حدثني الزهري عن عروة هو ابن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ من المغرم والمأثم، فقيل له: يا رسول الله، إنك تكثر التعوذ من المغرم والمأثم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا سالم بن غيلان التجيبي أنه سمع دراجا أبا السمح أنه سمع أبا الهيثم أنه سمع أبا سعيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. قال رجل: يا رسول الله، أتعدل الدين بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: تعدل الدين بالكفر؟ قال: نعم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص
العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا القاسم وهو ابن يزيد الجرمي عن عبد العزيز: أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت مصعب بن سعد قال: كان سعد يعلمه هؤلاء الكلمات ويرويهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أخبرني هلال بن العلاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون الأودي قالا: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أخبرنا أحمد بن فضالة عن عبيد الله قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. أخبرنا سليمان بن سلم البلخي هو أبو داود المصاحفي قال: أنبأنا النضر قال: أنبأنا يونس عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. أخبرني هلال بن العلاء قال: حدثنا حسين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الشح والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ مرسل. أخبرني عبيد الله بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني، يعني ذكره. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سالم بن غيلان عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فقال رجل: ويعدلان؟ قال: نعم. أخبرني محمد بن قدامة قال:
حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد الله قال: حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا ابن وهب قال: قال حيي: حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن هارون بن إبراهيم عن محمد عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والعجز ومن فتنة المحيا والممات. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان عن سمي عن أبي صالح إن شاء الله عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الثلاثة: من درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، وجهد البلاء. قال سفيان: هو ثلاثة، فذكرت أربعة لأني لا أحفظ الواحد الذي ليس فيه. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين عن زائدة عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وسوء الكبر وفتنة الدجال وعذاب القبر. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال: كان يعلمنا خمسة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخبرنا عمران بن بكار قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا يونس عن أبي إسحاق يعني أباه عن عمرو بن ميمون قال: حججت مع عمر فسمعته يقول بجمع: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن،
وأعوذ بك من سوء العمر، وأعوذ بك من فتنة الصدر، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر. أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه ومد شعبة بإصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول عنك. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وطلع الدين وغلبة الرجال. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال قال وقال إنكم تفتنون في قبوركم. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال، وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا أسامة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عمر عن عبيد بن خشخاش عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فجئت فجلست إليه فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس. قلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. أخبرنا قتيبة قال
حدثنا سفيان ومالك قالا حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس، يقول عوذوا بالله من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة الهاشمي قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، وكان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم، وفتنة الأحياء والأموات، وفتنة المسيح الدجال. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة حدثني أبو هريرة من فيه إلى في قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من خمس، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن، قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخبرنا محمد بن ميمون عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوذوا بالله عز وجل من عذاب الله، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا القاسم بن كثير المقري عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب سليمان بن سنان. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن جديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه قال أخبرني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار
وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سفيان بن سعيد عن أبي حسان عن جسرة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. أخبرنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان المزني أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن حر جهنم. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة وإن قالها حين يمسي موقنا بها دخل الجنة. خالفه الوليد بن ثعلبة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني موسى بن شيبة عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أن ابن يساف حدثه أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته. قالت كان أكثر ما كان يدعو به اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة قال حدثني ابن يساف قال سئلت عائشة ما كان أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان أكثر دعائه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال سألت أم المؤمنين عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. قالت كان يقول أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أخبرنا هناد عن أبي الأحوص عن حسين عن هلال عن فروة بن نوفل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن حسين عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة فقلت حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حسين سمعت هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة أخبريني بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أخبرنا عمرو بن منصور قال
حدثنا الفضل بن دكين عن عبادة بن مسلم قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال جبير وهو الخسف. قال عبادة فلا أدري قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبير. أخبرنا محمد بن الخليل قال حدثنا مروان هو ابن معاوية عن علي بن عبد العزيز عن عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فذكر الدعاء وقال في آخره أعوذ بك أن أغتال من تحتي يعني بذلك الخسف. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أبي أيوب عن أبي اليسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن عبد الله بن سعيد عن صيفي عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والحريق والغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني صيفي مولى أبي أيوب الأنصاري عن أبي الأسود السلمي هكذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني العلاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في فراشي فلم أصبه فضربت بيدي على رأس الفراش فوقعت يدي على أخمص قدمي فإذا هو ساجد يقول أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن الحباب أن معاوية بن صالح حدث وحدثني أزهر بن سعيد يقال له الحرازي شامي عزيز الحديث عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل قالت سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد كان يكبر عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. أخبرنا محمد بن آدم عن أبي خالد عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. قال أبو عبد الرحمن سعيد لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من أخيه عن أبي هريرة. أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى يعني ابن يحيى قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث قال: كان إذا قيل لزيد بن أرقم: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أحدثكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به، ويأمرنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ودعوة لا تستجاب. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني قراءة عليه في بيته قال: أنبأنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا أبو داود قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة، فدعي عمر فقرأت عليه، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سليمان التيمي أن أنس بن مالك أخبرهم قال: بين أنا قائم على الحي وأنا أصغرهم سنا على عمومتي، إذ جاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم، فقالوا: اكفأ، فكفأتها. فقلت لأنس: ما هو؟ قال: البسر والتمر. قال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ. فلم ينكر أنس. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا دجانة في رهط من الأنصار، فدخل علينا رجل فقال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر، فكفأنا. قال: وما هي يومئذ إلا الفضيخ خليط البسر والتمر. قال: وقال أنس: لقد حرمت الخمر، وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: حرمت الخمر حين حرمت، وإنه لشرابهم البسر والتمر. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر يعني ابن عبد الله قال: البسر والتمر خمر. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: البسر والتمر خمر، رفعه الأعمش. أخبرنا القاسم بن زكريا قال: أنبأنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزبيب والتمر هو الخمر. أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح والزهو. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة وزاد مرة أخرى والنقير وأن يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي أرطاة عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهو والتمر والزبيب والتمر. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجمعوا بين التمر والزبيب ولا بين الزهو والرطب. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط الزهو والتمر والزهو والبسر. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى وهو ابن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب. أخبرنا عمرو بن علي عن أبي داود قال: حدثنا بسطام قال: حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخلطوا الزبيب والتمر ولا البسر والتمر. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن أبي إسحاق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وعن البسر والتمر أن يخلطا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا، وكتب إلى أهل هجر أن لا تخلطوا الزبيب والتمر جميعا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا حميد عن أكرمة عن ابن عباس قال: البسر وحده حرام ومع التمر حرام. أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن سعيد قالا: حدثنا عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر والزبيب وعن التمر والبسر. أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي عن علي بن الحسن قال: أنبأنا الحسين بن واقد قال: حدثني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب ونهى عن التمر والبسر أن ينبذا جميعا. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تنبذ الزهو والرطب ولا تنبذ الرطب والزبيب جميعا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن وقاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه، قال وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه، قال كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن هشام عن أبي إدريس قال شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال قال قتادة كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد عن أنس أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذ الزهو والرطب جميعا ولا البسر والزبيب جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزهو والتمر وخليط البسر والتمر، وقال لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاث على أفواهها. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببسر، وقال من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا. أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردا. قال أبو عبد الرحمن هذا أبو المتوكل اسمه علي بن داود. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط البسر والزبيب والبسر والتمر، وقال انبذوا كل واحد منهما على حدة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني ابن عمران عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب والتمر والبسر، وقال انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبسر فردا. قال أبو عبد الرحمن أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني أبو كثير وأنبأنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين، وقال سويد في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا السكر خمر. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير قال السكر خمر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرو عن سعيد بن جبير قال السكر خمر. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حسين عن سعيد بن جبير قال السكر حرام والرزق الحسن حلال. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن زكريا وأبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن ابن عمر قال الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا فإذا أصبحنا شربنا. قال أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر حتى عد أشربة أربعة أحدها العسل. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال الحسين قال أحمد وهذا حديث صحيح. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفة والنقير والحنتم وكل مسكر حرام. أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال
حدثنا ابن زبر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء والمزفة ولا النقير، وكل مسكر حرام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. قال قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قتيبة عن مالك وأنبأنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتر فقال: كل شراب أسكر حرام. اللفظ لسويد. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، والبتع من العسل. أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا بشر بن السري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، والبتع هو نبيذ العسل. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف وعبد الله بن الهيثم عن أبي داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها، فما أشرب؟ قال: اشرب ولا تشرب مسكرا. أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حريش بن سليم قال: حدثنا طلحة الأيامي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله قال: أنبأنا الأسود بن شيبان السدوسي قال: سمعت عطاء سأله رجل فقال: إنا نركب أسفارا فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها، فقال: كل مسكر حرام. فذهب يعيد فقال: كل مسكر حرام. فذهب يعيد فقال: هو ما أقول لك. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: كل مسكر حرام. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثا، وكل مسكر حرام. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن الصعق بن حزن قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: كل مسكر حرام. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حريش بن سليم قال: حدثنا طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن الأجلح قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشرب، فما أشرب وما أدع؟ قال: وما هي؟ قلت: البتع والمزر. قال: وما البتع والمزر؟ قلت: أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر. أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن بها أشربة يقال لها البتع والمزر. قال:
وما البتع والمزر؟ قلت شراب يكون من العسل والمزر يكون من الشعير. قال كل مسكر حرام. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثني إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر، فقال رجل يا رسول الله أرأيت المزر؟ قال وما المزر؟ قال حبة تصنع باليمن. فقال تسكر؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية قال سمعت ابن عباس وسئل فقيل له أفتنا في الباذق، فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخبرنا حميد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا الوليد بن كثير عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتنحيت فطره بنبيذ صنعته له في دباء فجئته به، فقال أدنه فأدنيته منه، فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو عبد الرحمن وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها، وبالله التوفيق. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن صعصعة بن صوحان عن علي كرم الله وجهه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل وهو ابن سميع قال حدثني مالك بن عمير قال قال صعصعة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه انهنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن طاووس قال قال رجل لابن عمر أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال نعم. قال طاووس والله إني سمعته منه. أخبرني هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قالا سمعنا طاووسا يقول جاء رجل إلى ابن عمر قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال نعم. زاد إبراهيم في حديثه والدباء. أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن خالد بن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم.
قلت من حنتم؟ قال الجر. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني ابن أسيد الطاحية بصري يقول سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن أبي عبد الله عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألنا ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت ابن عباس فقلت سمعت اليوم شيئا عجبت منه. قال ما هو؟ قلت سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صدق ابن عمر. قلت ما الجر؟ قال كل شيء من مدر. أخبرنا عمرو بن زرارة أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فسئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق علي لما سمعته. فأتيت ابن عباس فقلت إن ابن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه. قال ما هو؟ قلت سئل عن نبيذ الجر فقال صدق حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما الجر؟ قال كل شيء صنع من مدر. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قلت فالأبيض؟ قال لا أدري. أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحرام هو؟ قال حرام. قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفة والنقير. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. أخبرنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحماد وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت. أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفة والقرع. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة يقال له ابن كردي بصري قال
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيدا يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن محارب قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفتة. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عون بن صالح البارقي عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفة لا يكون زيتا أو خلا. أخبرنا قريش بن عبد الرحمن قال أنبأنا علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن القاسم بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبي فقالت قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فيما ينبذون فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى عن الدباء بذاته. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسحاق وهو ابن سويد يقول حدثتني معاذة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم في حديث ابن علية. قال إسحاق وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة وسمت الجرار. قلت لهنيدة أنت سمعتيها سمت الجرار؟ قالت نعم. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي بصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت انبذي عشية واشربيه غدوة وأوكي عليه ونهتني عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن حيان سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال قال ابن عباس ألم يقل الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قلت بلى. قال ألم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ قلت بلى.
قال فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت زادان قال سألت عبد الله بن عمر قلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية وفسره. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه أنتم الجرة، ونهى عن الدباء وهو الذي تسمونه أنتم القرع، ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها، ونهى عن المزفة وهو المقير. أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفة والمزاد والمجبوبة، وقال انتبذ في سقائك أوكه واشربه حلوى. قال بعضهم ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا، قال إذا تجعلها مثل هذه، وأشار بيده يصف ذلك. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال وقال أبو الزبير سمعت جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر المزفة والدباء والنقير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في ثور من حجارة. أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ننبذ له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تور برام. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت. أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفت. أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجر غير مزفت. أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فتزودوا وادخروا، ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة، واشربوا واتقوا كل مسكر. أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث: زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن جابر بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر. أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه. فبعث إلى القوم فدعاهم فقال في أي شيء تنتبذون؟ قالوا ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف. فقال لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه. قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا. قال ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه. قال اشربوا وكل مسكر حرام. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الظروف شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو ابن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حفص يقول سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليه أبصارهم وهو مؤمن. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن وائل بن بكر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول
ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق دمشقي قال حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ابن الديلمي فدخلت عليه فقلت هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال فاسقيني من هذا الخمر كأسا، فسقته كأسا. قال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أباه قال سمعت عثمان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فإنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فذكر مثله. قال فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع والإيمان أبدا إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملاك عن العلاء وهو ابن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر قال من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن مات فيها مات كافرا. خالفه يزيد بن أبي زياد. أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن آدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة 7 إن مات فيها. وقال ابن آدم فيهن مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض. وقال ابن آدم القرآن لم تقبل له صلاة 40 يوما إن مات فيها. وقال ابن آدم فيهن مات كافرا. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص
وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط، وهو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل توبته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. اللفظ لعمر. أخبرنا قتيبة عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. أخبرنا يحيى بن درست قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: من مات مدمنا للخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا. أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر رضي الله عنه: لا أغرب بعده مسلما. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروف ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده وفي لفظه. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، خالفه أبو عوانة. أخبرنا أبو بكر بن علي قال: أنبأنا إبراهيم بن حجاج قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة قالت: اشربوا ولا تسكروا. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أيضا غير ثابت، وقرصافة هذه لا ندري من هي، والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة. أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية حدثته قالت: سمعت عائشة سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول: ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيا وننبذه عشيا ونشربه غدوة. قالت: لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء. قالتها 3 مرات. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن علي بن المبارك قال:
حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: نهيتم عن الدباء، نهيتم عن الحنتم، نهيتم عن المزفت. ثم أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجر الأخضر، وإن أسكركن ما أحبكن فلا تشربن. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا أبان بن صمعة قال: حدثتني والدتي عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر. واعتلوا بحديث عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس. أخبرنا أبو بكر بن علي قال: أنبأنا القواريري قال: حدثنا عبد الوارث قال: سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد. أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم عن ابن شبرمة قال: حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد، وأنبأنا الحسين بن منصور قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها. أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة، وهشيم بن بشير كان يدلس، وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة، ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس. أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال: سألت ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذق فقال: سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. قال: أنا أول العرب سأله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير قالوا: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم يحدث قال ابن عباس: من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: إن امرئ من أهل خراسان، وإن أرضنا أرض باردة، وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره، وقد أشكل عليه، فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهم، فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي، اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نبيذ البسر بحت لا يحل. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه. قلت: يا أبا عباس، إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوى فأشرب منه فيقرقر بطني. قال:
لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة نصر قال قلت لابن عباس إن جدة لي تنبذ نبيلا في جر أشربه حلوى إن أكثرت منه فجالست القوم خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من الغنائم الخمس وأنهاكم عن أربع عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن قيس بن وهبان قال سألت ابن عباس قلت إن لي جريرة أنتبذ فيها حتى إذا غلا وسكن شربته. قال مذ كم هذا شرابك؟ قلت مذ 20 سنة أو قال مذ 40 سنة. قال طالما تروت عروقك من الخبث. ومما اعتلوا به حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال قال ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو؟ فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء. وأخبرنا زياد بن أيوب عن أبي معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر أن رجلا سأل عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. أخبرنا قتيبة قال أنبأنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال المسكر قليله وكثيره حرام. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيبا وهو ابن عبد الملك يقول حدثني مقاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. أخبرنا الحسين بن منصور يعني بن جعفر النيسابوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. قال أبو عبد الرحمن: وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة، وبالله التوفيق. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي قال: حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد قالت: كنت في حجر ابن عمر، فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد، ثم يجفف الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد، حتى إذا كان بعد الغد طرحه. واحتجوا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو. أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال: أنبأنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى، فأتي بنبيذ من السقاية فشمه فقطب فقال: علي بذنوب من زمزم، فصب عليه ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، وهذا خبر ضعيف، لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطأه. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا عثمان بن حصن قال: حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن حسين قال: سمعت أبا هريرة يقول: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، فلما كان المساء جئته أحملها إليه، فقلت: يا رسول الله، إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم، فتحينت فطرك بهذا النبيذ، فقال: أدنه مني يا أبا هريرة، فرفعته إليه، فإذا هو ينش، فقال: خذ هذه فاضرب بها الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ومما احتجوا به فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن السري بن يحيى قال: حدثنا أبو حفص إمام لنا وكان من أسنان الحسن عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء. قال عبد الله: من قبل أن يشتد. أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول: تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به، فلما قربه إلى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء، فقال: هكذا فافعلوا. أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عبد الصمد عن محمد بن جحادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد خلل، ومما يدل على صحة هذا حديث السائب. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرا جلدته، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله،
وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار، أو قال عصارة أهل النار. أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع عن ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإن بين ذلك أمورا مشتبهات، وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة، وسأضرب في ذلك مثلا، إن الله عز وجل حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى، وربما قال يوشك أن يرتع، وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر. أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخبرنا الجارود بن معاذ هو باوردي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد قال كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين فحملت عنبا كثيرة فكتب إلي إني أخاف على الأعناب الضيعة فإن رأيت أن أعصره عصرته. فكتب إليه سعد إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا أأتمنك على شيء بعده أبدا. فعزله عن ضيعته. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين قال بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة قال كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن عامر بن عبد الله أنه قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أما بعد فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شرابا غليظا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين ذهب ثلثاه الأخبثان ثلث ببغيه وثلث بريحه فمر من قبلك يشربونه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام عن ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه ذباب ولا يستطيع أن يخرج منه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه؟ قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف فقال
لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث. أخبرنا أحمد بن خالد عن معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشرب. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن بشير بن المهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك يقول إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن طفيل الجزري قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثا ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر عن برد عن مكحول قال كل مسكر حرام. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي يعفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال اشرب العصير ما لم يزبد. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عائذ الأسدي قال سألت إبراهيم عن العصير قال اشربه حتى يغلي ما لم يتغير. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء في العصير قال اشربه حتى يغلي. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذوا له زبيبا. قلت فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قلت أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا. أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الشيباني عن ابن الديلمي عن أبيه قال قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها؟ قال زببوها. قلنا فما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال فإنه إن تأخر صار خلا. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطيع عن أبي عثمان عن ابن عباس قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فيشربه من الغد ومن بعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة فإن بقي في الإناء شيء لم يشربوه أهريق. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد، فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه فإن أصبح منه شيء أهراقه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل، وينبذ له عشية فيشربه غدوة، وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا. قال نافع فكنا نشربه مثل العسل. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن بسام قال سألت أبا جعفر عن النبيذ قال كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه من الليل. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله قال سمعت سفيان سئل عن النبيذ قال انتبذ عشيا واشربه غدوة. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ الجر، فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ في جر ينبذ غدوة ويشربه عشية. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال في النبيذ خمره درديه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفها وبقي كدرها، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس بنبيذ البختج. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين قال سألت إبراهيم قلت إنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثة ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه. قال يكره. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه. حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة قال سمعت ابن المبارك يقول ما وجدت الرخصة في المسكر عند أحد صحيحة إلا عن إبراهيم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب
الماء والعسل واللبن والنبيذ. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به، فعاودته فقال الخمر تريد الخمر تريد. أخبرني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا القواريري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد عن عبيدة عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا الماء والسويق، غير أنه لم يذكر النبيذ. أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن شبرمة قال قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبير يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ؟ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن،